المكان عرفته عن واحد عن طريق واحد زميل أخويا كان خلينا نزرع زراعية وشغال حاليا في مهندس شبكات ري في شركة الجوفة الزراعية في السعودية، ووصفت المكان وجيت هنا وبدأت وقدمته وطلع الكلام في محله. المكان كويس خالص وواسع ودي أكتر شغال على جميع المجالات. أنا أخدت هنا كورس ري وحديث وكورس لاندسكيب، وكنت بفكر أخد كورس إنجليزي وحاليا مش في إن أقدم فيه. الإدارة كويسة خالص، بس ممكن يكون في سلبية واحدة إن هي يعني مش على دراية كاملة باللي بيحصل جوه المحاضرة، أو مثلا جوه المحاضرة أو أثناء الشرح حصل حاجة واحدة الناس مش فاهماها، بيبقى المحاضر بيبقى مطلوب منه إن هو كورس أو جزء معين عدد ساعات معينة بيجي يشرحها وخلاص. في حاجات تقريبا يعني الوقت مثلا بيبقى ساعتين، في حاجات يعني الناس بتبوعها من الناس عايزة وقت أكتر ما هي تستفاد منها، فدي الإدارة كانت سلبية فيها. المحاضرين كويسين خالص وعلى مستوى عالي وفي جميع المجالات، كل واحد يعني مادة كورس زي كورس لاندسكيب متقسم لتلات أجزاء، جزء اسمه الهارد والسوفت. الهارد اللي هو بتاع زي شامل الحاجات الصلبة بتبقى موجودة مثلا زي الفيلا، حمام السباحة، الشلال، السور. السوفت بقى أي حاجة تانية قابلة للحركة وقابلة إن هي تشيل زي الشجر، النجيلة، الشجر والنجيلة والزرع. الجزء الثالث اللي هو البرنامج اسمه ريال تايم، كل واحد